السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. في فيديو منتشر على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، ضابط بيضرب سيدات، فالداخلية طلعت ونفت وقالت الفيديو ده قديم بالشرقية من 2010، 2010 يعني قبل ثورة يناير. بس لو انت شفت الفيديو ومفكر ان الشرطة هي اللي بتضرب السيدات، فنحب نقول لك لا، الفيديو ده قديم وقبل الثورة، واحنا عملنا الثورة عشان ما تحصلش حاجات زي دي تاني. هي ممكن تكون بتحصل واحنا ما نعرفش، او انا شخصيا ما اعرفش، بس الحمد لله الحمد لله ما حصلتش معايا ولا مع حد من قرايبي ولا حد من المقربين مني، وباذن الله ما تحصلش مع حد خالص ان حد يعتدي او يستخدم سلطته في انه يعتدي على حد اضعف منه. متنساش تدينا لايك شير سبسكرايب، شغل الجرس كل خبر جديد تعرف اول باول. سلام.